يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم فيها اخبار كتير جدا مهمه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي وبتتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وبالتحديد كمان بخصوص استعداداته لمباراه الغد، وهي مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه في دور نصف نهائي كاس مصر امام فريق الاتحاد السكندري. والاهلي هيواجه الاتحاد في هذه المباراه وهو منتشي بفرحه الفوز بالبطوله رقم 9 من بطولات دوري ابطال افريقيا في رصيد النادي الاهلي، لكن اكيد هيكون في فصل بالنسبه للاعبين ما بين مباراه الغد وما بين المباراه السابقه اللي فاز فيها الاهلي على الزمالك وحقق هذا اللقب الغالي، لكن بالتالي الفرحه لسه مستمره عند جمهور النادي الاهلي اللي حقه يفرح بعد فتره كبيره جدا كان يعني ما فيش توفيق بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي جمهور الاهلي يفرح والفريق الاول لكره القدم مركز. جمهور الاهلي هيفرح لغايه النهارده اخر يوم للفرحه، وبكره بقى نركز مع الفرقه في التحدي الجديد وان شاء الله استكمال بطوله كاس مصر من خلال الفوز على الاتحاد باذن الله والتاهل للنهائي عشان نلعب يوم 5 من الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر بإذن الله تعالى. بالتالي احنا مستمرين مع حضراتكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وابعتوا لنا فيديوهات ب يعني فرحتكم أثناء فوز النادي الأهلي وأثناء احتفال بهدف أفشة وما بعد اللقاء وكل هذه الأمور من خلال كمان هاشتاج التاسعة يا أهلي، وهناخد الجزئية دي تحديدا في نهاية حلقة اليوم كما هو المعتاد. لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق الأول يدخل معسكرا مغلقا في السويس اليوم. الأهلي يرسل قائمته الأولى بدون بادجي وصالح والشيخ. وكاف يرفض نقل السوبر الأفريقي من مصر.